قال رسول الله. صدق رسول الله فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه. فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه. صدق رسول الله. حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزمان. والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيان. ولهذا جمع العلماء كلمات نبينا العدنان. للبشرية خير ضياء يهدي لطريق الإيمان. طبعا بعد كلام الله. صدق رسول الله. حفظ الله لنا القرآن والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيان. صدق رسول الله. فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه. فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه. قال رسول الله. صدق رسول الله. ياسين، أنا لا أستطيع المذاكرة. لماذا؟ أخشى من امتحان الغد. ولكنك متميز في مادة العلوم. أنسيت؟ في مثل هذا اليوم من الشهر الماضي حصلت على أسوأ الدرجات في امتحان العلوم. كنت يومها مريضاً. المشكلة أن الامتحان يأتي هذا الشهر يوم ثلاثاء أيضاً. لا تقدر البلاء قبل وقوعه. عم شادي. عمر، دواء البرد الذي طلبته أمك. وهل أمي أصابها البرد؟ لا أعرف، فقط أعطيها الدواء. ولماذا تقف بعيداً هكذا؟ أفضل أن أبتعد عن الوقوف تحت أي شرفة. وماذا في ذلك؟ لي صديق انهارت على رأسه إحدى الشرفات بالأمس أثناء عودته إلى منزله. رحمه الله. لم يمت، ولكنه في المستشفى الآن وحالته خطيرة. وهل زرته في المستشفى؟ لا 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 لا، لي صديق آخر زار أخته في المستشفى منذ أسبوع وارتكب حادثة سير أثناء عودته. السلام عليكم. إلى أين؟ ألن تلتقي بأمي؟ لا 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 لا، أخشى أن تصيبني منها عدوى البرد. عمر، يبدو أن الخوف المفرط وراثي في عائلتكم. احذر يا ياسين، ابتعد عن الشرفة. أستر يا رب، أستر يا رب. لن أقوى على نزلة البرد هذا العام. لم تعد مناعتي قوية كما كانت. أمي، أحضر عم شادي دواء البرد. ضعه على المائدة ولا تقترب مني. لماذا؟ حتى لا تصيبك عدوى البرد. وهل أصابتك أنت؟ لا أعلم، كنت صباحا في النادي والتقيت بصديقة لي، كانت تسعل وتعطس بشدة. أخشى أن تكون قد نقلت لي العدوى. ولماذا طلبت دواء البرد من العم شادي؟ حتى يكون بجواري
إذا تأكدت من أن العدوى قد أصابتني بالفعل. ما زلت لا أستطيع التركيز في المذاكرة. كيف أصبحت مادة العلوم صعبة إلى هذه الدرجة؟ عمر، أدركني يا إمامنا، الامتحان غدا ولم أذاكر شيئا ولا أعرف السبب. السبب أنك خائف بدون سبب. ها؟ ليس معنى أنك حصلت على درجة ضعيفة في امتحان الشهر الماضي أن تحصل على نفس الدرجة هذا الشهر. إنه نفس اليوم الثلاثاء. اجتهد في مذاكرتك وابتعد عن التشاؤم. المؤمن الذكي لا يقدر البلاء قبل وقوعه. ياسين قال ذلك أيضا، ولكني لا أفهم معنى هذه الجملة. الله سبحانه وتعالى عندما ينزل البلاء بالإنسان ينزل معه اللطف فيه، فترى صاحب الابتلاء صابرا عليه محتسبا أجره على الله. نعم، ولكن الإنسان عندما يتصور أن البلاء قد وقع بالفعل. تقصد أن أنتظر البلاء حتى يقع؟ بل أقصد ألا تفكر في البلاء أصلاً. تجتهد وتفعل الواجب الذي عليك وتدع النتيجة على الله، ولكل مجتهد نصيب. أكنت تفعل ذلك أنت أيضاً؟ بالطبع، مررت بابتلاءات كثيرة في حياتي، ولكني تغلبت عليها باجتهادي وحسن ظني بالله. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. قل لي إذن، ماذا فعلت بسرة النقود التي وجدتها فجأة في منزلك بمدينة عسقلان؟ السلام عليك. أنت؟ نعم أنا يا شيخنا، جئت إليك بهذه الهدية البسيطة. ما هذا؟ 200 دينار، ربما تعوضك قليلا عن 1000 دينار التي اضطررت أن تلقيها في البحر بسبب ما فعلته أنا بك. سبحان الله، وكيف عرفت أني هنا؟ عسقلان كلها تعرف مكان الشيخ البخاري. أصدقت الآن أنني أنا البخاري؟ نعم، عندما أخبرتني بذلك عند الميناء لم أصدق، ثم دخلت المدينة فوجدت أهلها كلهم يهتفون بوصولك فرحين بك. عندها تأكدت أني أسأت إلى عالم جليل. عالم جليل أو شخص عادي، الإساءة مرفوضة في كل الأحوال. نعم، هذا ما تعلمته منك منذ قدومك إلينا. كنت أحضر دروسك في العلم وأجلس في الخلف دون أن تراني. ها؟ ثم أقسمت على نفسي أن أعوضك قدر ما استطعت عن النقود التي أجبرتك على إلقائها في البحر. سبحان الله، فمن إذن بعث إلي بسرة النقود الأخرى؟ ما هذا؟ سرتان في يوم واحد؟ ألم أقل لك إن الله سيرزقني خيرا مما أضعته أنت مني؟ وقلت أيضا إن الله سيعاقبني على ما فعلته بك. أدعو الله لي أن يرفع عقابه المنتظر بعد أن جئت لأعتذر. سامحك الله أيها الرجل، ونفعك بما سمعته مني في دروس العلم. مسافة قليلة تفصلنا عن مصر يا فاطمة. أراك تحب مصر كثيرا رغم أنك لم تزرها من قبل. ظللت في اشتياق إليها سنين طويلة. بلد خير، وأهلها أهل خير، وجندها من خير جند الله في الأرض. وبأي علماء ستلتقي فيها؟ ألتقي إن شاء الله بأبي صالح كاتب الليث بن سعد. الليث بن سعد راوي الأحاديث النبوية الشهير؟ نعم، كان الليث من الرواة الموثوق بهم، وكان أبو صالح يكتب كل ما يرويه، وسأراجع معه بعض الأحاديث التي سأضمها إن شاء الله في كتابي الجامع الصحيح. سمعتك تذكر عالماً مصرياً اسمه سعيد بن أبي مريم. نعم، إنه واحد من أكبر علماء الإسلام في العالم كله. سألتقي به في مصر، وسأكون حريصاً أيضاً على لقاء أحمد بن شعيب الشهير بالنسائي. النسائي؟ إنه
إنه أيضاً من أشهر رواة الأحاديث النبوية. أعرفت الآن يا فاطمة لماذا حرصت على زيارة مصر؟ يا أهل مصر الكرام، يخبركم والي البلاد أنه وصل إلى مصر الآن الشيخ الفضيل والعالم الجليل ذو القدر العالي الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري. الحاضر يخبر الغائب، والكبير ينصح الصغير، وكل من سمع النداء يحرص بلا استثناء على حضور دروس الشيخ الكبير في مسجد عمرو بن العاص كل ليلة بعد صلاة العشاء. مرحبا بك في مصر يا شيخنا. والله يا شيخ سعيد، ما تصورت هذا الاستقبال الدافئ من مصر وأهلها. مصر وأهلها يعرفون جيدا قدر الإمام البخاري، ونحن أيضا في بخارى نعرف قدرك يا نسائي، وقدر الأحاديث التي رويتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، كنا في انتظارك منذ شهور طويلة. في الحقيقة يا أبا صالح، لم أتوقع أن تطول زيارتي للقدس وعسقلان. بالطبع، فلسطين أرض بارك الله فيها وبارك ما حولها. أجمل ما في زيارتك لنا أنك جئتنا مع اليوم الأول من رمضان، واستطلعت معنا هلال الشهر الكريم. فأل حسن إن شاء الله. ستشاركنا في إحياء ليالي رمضان في مسجد عمرو بن العاص. تعني الدرس القصير بين صلاة القيام؟ بل يعني صلاة القيام نفسها. ماذا تقصد يا شيخ سعيد؟ يقصد أنك ستأم المصلين في الصلاة وتقرأ القرآن بنفسك. أنا؟ نعم، الكل هنا يعلم أنك من أعلم علماء الحديث الشريف، ولكن قليلون من يعرفون أنك صاحب صوت عذب شجي وأنت ترتل القرآن. هكذا صعبتم زيارتي لمصر. زيارتك لمصر يا بخاري ستكتب في تاريخ مصر بحروف من نور. قال رسول الله، صدق رسول الله، فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه. حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزمان، والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيان. ولهذا جمع العلماء كلمات نبينا العدنان، للبشرية خير ضياء يهدي لطريق الإيمان. طبعا بعد كلام الله، صدق رسول الله فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه.